اهلا بكم مشاهدينا الكرام. موضوع اليوم صريح جدا راح يكون من ولايه غليزان. راح نطرقوا فيه لانشغالات قاطني الاحياء السكنيه بالمدينه الجديده السميطه. تابعوا معنا واش قال السكان. خصنا هنا البلديه ماش قائمه بالدور تاعها، وخصنا الناس اللي صالحين اللي يوقفوا مع هذه الناحيه، خاطر هذه الناحيه هي مهمشه بزاف. راك تشوف حاشا كامينه لا بوبيل هاينه، راهم بالسيماله ما عندهمش امكانيات. حنا خصنا الناس الصالحين اللي يوقفوا مع هذه الناحيه، هي مهموله بزاف. انا مواطن من غليزان ونسكن في السيميطال، حي اللي انا مخلعه فيها المزبله حشاكم راهي من رمضان من العيد الكبير ما رفدوهاش حتى اليوم. راكم تجو جيتو نتوما بدات الحركات. نطلبوا من السلطات المحليه تدي شويه بعين الاعتبار، هادو المواطنين تاع السيميطال جزائريين غليزانيين شويه، راه المرض راه كوفيد، الكوفيد هذا فاني، هذه سي اون باغ دو لا مالادي، هذه لا بانديمي اللي رانا فيها. لهنا الحي السيميطال مهمل اهمال كامل فيما يخص النظافه، فيما يخص شوف البارح جاو رفدوا شويه وخلاوها كاع القمامه، الارض الطريق راك تشوف غير معبد كله، واي سياره اي طفل يلعب ولا اي شيء، كمان مرافق الاطفال الالعاب ولا اي شيء الاطفال بينها وفيها مكان. كل راك عارف باللي المعاناه دائما رانا نعانوا هكا في الوسخ. راهي في واحد مده واحد شهرين هكا ولا ثلاثه. طريق فين راهي محفره كاع، كل حيه راهي تخص هنا. سيرتو الزبل حيه كبيره، قلت لي راه جفاني، لامبه تشعل لامبه ما تشعلش. هنا سكنوا منا، والله غير تخاف كي تجي فات منا، والله غير تخاف. الهواش تخاف منا، والله غير تخاف اخويا، تخاف والله غير تخاف. قال اه سكينه وسكينه ما يجوش، تشكيلو ما يجيش. ماشي خاصنا كل حتى حاجه، خاصنا حتى الام، خاصنا جوامع، خاصنا سيسوا العيطه، سيسوا خاصنا هنايا، فهمتوا؟ خاصنا عيطه يا خويا. على بالك الطريق ما طرقان ما كان، الزبل راك تشوف الزبل، كنت تشوف الزبل راه ديجا الزبل راه محطوط هنا راه طار تقريبا في شهر، ما جاوش يردوه، ما بغاو يدوه، وخلاو رن الريحه راهي دايره ريحه كريهه، راهي دايره باطل ثم عندنا في كسموه الريحه كريهه. ايوا رانا صاينا عايشين. انا في مده شهر كامل ولا اكثر الاوساخ راه بكثره، الريحه تاع الكريهه ما يحلوش التيوق، ما نحلوش السخانه. هذه نطمن المسؤولين يشوفوا فينا ان شاء الله وينقلنا هذه الاوساخ هذه، ولا المرض ولا سوا المشاكل. مازال كاين كلش كيما راك تشوف الزبل هنا، حاشاك على بالك راه يضرب بالسمانه سمانتين ما يجوا يرفدوه، كل حياه راهي تخص هنا. ها هما شكاو على الزبل، كاين على الزبل هذا ما كان، هما شكاو غير الزبل، المعاناه صافي الريحه راهي تجي حتى عندنا الكارتيات. واه 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 نيشان سيختو الصيف. هي مدينه جديده ولكن بال حسب ما رانا نشوفوا وكانها في العصور الوسطى قديمه. هاك شوف حشاك القمامات، القمامه الطرقات فاني كما قال الاخ مهترئه، ما تطيق تصور لهذا الامر اللي رانا عايشينه هنا في مدينه سميطان. هذه سميطان راهي مدينه جديده، وكما راكم تشوفوا راهي كارثه كبيره تاع الاوساخ القادورات كل شيء. البلديه تاع بن داود قال لك ما عندناش الماتريال باش نبدوا الصوالح، حنا نتمناو من السيد الوالي باش يجي يدير زياره ميدانيه لمدينه سميطال، يشوف الطرقات مهترئه، الزبل مقيوس، حنا نتمناو يجوا يشوفونا ويدونا نظره على هذه المدينه باش الناس اللي برانيه يجوا بزاف، وعندنا محطه النقل وحاجه ما تصورش في العقل. بالنسبه لانشغالات حي السيميطال اللي انا متواجدين فيه حاليا هنا، اللي رانا اليوم بدينا ان شاء الله في حمله نظافه، وتكون هذه الحمله دائمه ان شاء الله. بالنسبه للانشغال الاول اللي راه مشكل عويص وتم حله، اللي هو مشكل النظافه على حي السيميطال، بحيث ان الولايه راهي اعطتنا اعانه ماليه لكراء مؤسسه
لرفع النفايات، رفع وجمع ونقل النفايات على مستوى هذا الحي. بالنسبة للطريق هو على عاتق مدير التعمير اللي باشرت في انطلاق الأشغال، وبقى ملحق اللي هو المدخل الرئيسي للحي اللي خاص فيه الصرف الصحي اللي راه وجدوا البطاقة التقنية تاعو وراه ملونصا الصرف الصحي حسب البيان اللي قدمه السيد ولي الولاية. نعود له تعبيد الطرقات كاع جديد، لي تروطوار والإنارة، إنارة المدخل الرئيسي، هذا واش نوعدوا الناس. أما بالنسبة للجسر فقام السيد ولي الولاية بوضع دراسة على عاتق مديرية الأشغال العمومية اللي تلونسات مؤخرا، راهي بيديا واحد مكتب دراسة ويقوم بالدراسة ووضع بطاقة تقنية لهذا المشروع، وإن شاء الله يكون فيها خير بعد الدراسة، يكون مبلغ مالي ويكون إن شاء الله الإجراءات تم إن شاء الله.